لعبة اليوم من أقوى ألعاب الألغاز بالعالم. مئات الألغاز، قتالات لا نهائية، وعالم واسع للاستكشاف. فهل يمكننا تختيمها في رمضان؟ سوف نكتشف مع بعضنا في هذه السلسلة الجديدة. بسم الله يا شباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيمن في فيديو جديد اليوم، وبمناسبة أنت تتكلم جد. بسم الله نكمل. رمي شاف في الحلقة السابقة كنا هنا في القرية، عشان الناس تجري وتلعب، وهناك مشاكل هنا في المنتصف ومشاكل انقطاع المياه تواتر والأداء الأداء. كسرناه. قال لك عندما ترسم المكعب سوف يسقط على رأس العدو. جيد. عندما يسقط على رأس العدو أنت تعرف الباقي من نفس المكان. أرجع وعندنا هذه. صندوق دمج سيف ديت دينا هذي. دقيقة دقيقة، شوفو هنيك اللاك. صندوق آخر، صوت المال مال. المال مال. ما يفضاش أعداء لا نهائيين. تكشفوا المكان يا خالتي. صندوق. هذا بار دم، البار خاص بينا. سهل. قالوا لنا نحن
نحتاج إلى تريبل جامب. لا صعبة صعبة، سوف نعود إلى القرية ونرجع إليكم. عدو سهل سهل، سوف نرى المتجر. 36 أقول جامب. صح شوف جيد، اشتري هذه. سوف نذهب من هنا يا شباب بدون أن ننسى. جيد، نقسم هذه. هذا صندوق 18 30 عام. هناك وحدة فوق شوف صندوق، لكن ما نعرف كيف نصله. شوف شوف هنا ديك، هناك برميل. برميل سادس. عدو جديد. موت سهل سهل. البرميل نصبر خاطي فلاك لاك مثلا. شوف هذه هنا، وين هو البرميل؟ وخلوه يتدحرج إلى الأسفل. سوف نقفز من هنا. انتظروا، ونأخذ البرميل ونذهب. وضع البرميل المقبل الأخير تريبل جامب. نجمع المال، يمكننا المارو من هنا. وهنا يا شباب هذه فيها النار، نار يا شباب. إذا سوف نضعها لعالم لماذا لم تظهر. ولدينا الصندوق، دم أوستين، جيد جدا. لدينا شباب أشياء أخرى. لقد مررت من فوق وترى. سوف نرجع لأن الأعداء، لأن ذاك المطور. سهل سهل. بماذا نبتدئ؟ قال لك هنالك كريستال عملاقة. وين هذه؟ ايه نعم، الخضراء ولا اعلم.
هنا اتجاه الكريستالة الحمراء. أعتقد أنا لازم تريبل جامب. لا نعم، سوف نقتلهم ثانية. سوف نضع مكعب لنجرب مع بعضنا. نعم، من المفتاح. الأعداء أعداء. اطلق 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 اطلق. اوكي، الآن المفتاح هذا وين راح نحطه؟ واضح مكان صعب جدا. وأخيرا يمكننا التنقل بسرعة من القرية لهنا، ولكن للأسف نحتاج إلى شيء لنرميه هناك لينفتح الباب ونذهب إلى القرية الزرقاء. يعني يا شباب، سوف نجرب القفز هنا. أتمنى أن لا نسقط ونموت. نعم يطفو. وقد لكم سوف أرميه هنا. أحسن. نجونا بأجواء هنالك ظلام كبير. لقد مررنا. صندوق نفتح من هنا. طماش السيف. لدينا جثة. كان مرعب يا شباب. نفس المكان عندما نأتي من هنا. لكن هذه كيف نسيته هنا؟ هناك أسرار يعني من هنا. صندوق طماش سيف كالعادة، يصبح أقوى سيف في اللعبة. لدينا شيء هنا. صندوق آخر. المال مال مال، يجب أن لا يضيع. ليش شي هنا؟ مكان سري. دم 65. ليش صندوق؟ هل
جيد جيد يا شباب، أسرار لا نهائية. هذا الشباب نفس المكان الذي في الحلقة السابقة قاموا بربطه. ماذا لدينا؟ لدينا شيء الفوق، ولدينا مثلا سوف نمشي من هنا. لا يوجد شيء. وهنا وهنا الفوق، يعني هذا البئر. وهنا المخرج، ولكن أعتقد أنه يوجد شيء، الله أعلم. سوف نخرج فقط. وكان هذا هو المخرج. لدينا 46، نشتري تريبل جامب ونخليها حلقة لبعض. 2 3 جيد. لدينا شيء شباب لاحظته في حلقة سابقة، وهو هنا. صندوق. جيد جيد. المال. ولدينا هذا ايضا تنكسر. مكعبات يمكنك تكسيرها. شباب أسرار كثيرة جدا. ماذا لدينا هنا؟ حبيبي حبيبي صناديق كثيرة. نفس المكان الذي هناك. أخذ الصليب الذي منعنا من المرأة. يمكن في هذه الآلة شباب الصباغ، يمكننا صباغة الآلة كما ترون شباب. أصبح اللون بنفسجي، نفس اللون ممكن. ويمكننا أيضا حمل الأشياء مثل الغراض واستعمالها في الصباغة. هذا قال لماذا؟ لماذا هذه ممحات لديها جزء أزرق؟ قال على الأقل المنطقة الحمراء أكبر. أتمنى أن تفهموا. سوف نتوقف هنا يا شباب. كان هذا فيديو اليوم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر لايك الجرس. كان معكم أيمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.